محمود لما راح كان حاجة كبيرة مني راحت، كان حتة من قلبي اتخلعت من قلبي. يعني يوم الجمعة الصبح وأنا طالع من الحمام قالوا في توصيلة بره، كانت الساعة 8 الصبح، فقال أوديها، قلت له أوديها وتعالى بسرعة. راح التوصيلة، وبعدين انا قلت ممكن يكون فطر من على الجسر، عندنا عيش طعميه وحاجات كده مطاعم على الجسر يعني في البلد يعني. صلينا الجمعه وطلعت بره بسرعه جدا عشان ادور عليه، ما انا عارف بقى طالما ما جاش الجمعه يبقى في حاجه. طلعت بره على الاسفلت بره في البيت يعني قدام الجامع، بعت محمد ابني للعيل معاه في توك توك، قلت له روحوا دوروا كده ما شفتوش محمود، قال لي ما شفتوش. قلت له دوروا كده اطلعوا بره البلد كده دوروا تعالوا. والواد عندي الكبير راح جاب موتوسيكل وخدني وراه ورحنا على البحر، يكون هناك مثلا ومستني توصيله حاجه بتاع بعد الجمعه على طول. وبعدين طلعنا على الاسفلت بره على البنزيمه طريق الزراعي، ما سالت في البنزيمه قالوا ما جاش هنا ما شفناهوش. قال ابن عمي انا شغال في البنزيمه اللي هناك، قال لي لا ما شفتوش. كملت لطفيح عند مركز الشرطه، كان الواد دخل المركز قالوا له لسه بدري ما تسالش النهارده، المختفي يعني بيبقى بعد 24 ساعه تقريبا. رجعت من طفيح كان في كذا توك توك اسالهم يقولوا لنا ما شفناهوش، وناس بتقول ندور عليه وناس دورت فعلا بتدور عليه. جيت هنا البلد على الساعه 1:30 2 كده، طبعا عندي ورق رجليا فيها التهابات، فلما بتحرك كتير للشمس واتحرك بتورم اكتر، فما قدرتش اكمل معاهم تدوير. كان الواد نزل بوست على الفيسبوك محمود مختفي ومنزل صورته، ليه دلوقتي يعتبر لفة الفيس كله. الناس بقى كل ما حد يشوف الصورة يجي لي، كل ما حد يسمع حاجة يجي لي. البلد اتملت على الجسر بقى ايه قبل العصر كده، وانا كنت قاعد في الشارع. في جنازة طلعت من بلدنا من الملايجة من جنبنا من هنا، راحت المقابر عندنا فوق في أطفيح. السواق بتاع العربية راح يزور امه وهو طالع لقى قبر مفتوح، 3 قبور جنب بعض كده ما لهمش سقف. وهو خارج من المقابر لقى شبشب في الارض، فاستغرب ان الشبشب مرصوص كده محطوط، يعني واحد حط ايده كده، فبيبص يؤكد كده لقى في العين اللي جنبيها على طول لقى محمود في التربه بقى مشنوق بالطريقه البشعه اللي هم كانوا عاملينها فيها دي، حسبي الله ونعم. فراح متصل بصاحب العربيه من عندنا من البلد هنا، قال له الحقني ده انا لقيت عيل معمول في كذا وكذا. طبعا الصوت في التليفونات في الجبل الشبكه افضل من هنا، الناس اللي حوالين محمد ابو بكر دوت لقت سمعت الصوت، فراحوا مصورينه الصوره اللي هي لفت برضه الفيس اللي هي مشوشرين عليها شويه دي. جه لقى ان احنا هنا بندور على الواد بالصوره بقى، اللي شاف الصوره بقى فقال انا شفت الشبشب ده. راح بعت لولاد عمي، راح بعت لهم الصوره قال لهم، اول ما شاف ابن عمي الكبير قال ده ابننا احنا محمود. راحوا طالعين على المركز، اللي طلع على المركز طلع واللي طلع الجبل طلع، استنوا الشرطه وانا كل ده قاعد مستني بقى انه لسه يعني ما حسبي الله ونعم الوكيل وعند الله تلتقي الخصوم، وربنا ينتقم منهم في الدنيا والاخره ان شاء الله.